قبل ما نروح للجزء الثاني خليني أسألك شوية فت سؤال بمشاغبات. منو أكثر شفتي حكومته حلوة، السيد الكاظمي ولا السيد السوداني؟ طبعا السوداني، السوداني هيك تشعر بالأمان حقيقة، يعني بالثقة، لأن يعني تشوف أكو عمل واضح، إيه أكو قرارات سريعة يعني آنية، تشعر بالأمان حقيقة. أشوفه هو ينزل بالشارع، أشوفه ميداني، هو الرجل ميداني ونزيه، معروف بنزاهته يعني. تعرف كان قائم مقام ومحافظ ونائب ووزير لعدة وزارات، يعني اطلع على كل خفايا هذا المواضيع. زين، حكومة سيد الكاظمي منال التوفيق، ايش بيه كاظم؟ ليش ما يعني ما كانت تقولين اني انت قلتي اكو امان، أمان. حسب امان. اي نعم. سابقا ما تحسين بامان؟ لا مو كثير يعني. قبل فتره وزيره الهجره نعم صرحت بتصريح وسوى يعني فد لغط بالشارع، سوى خلافات بالشارع اذا سياسيه واذا يعني وزيره الهجره، وزيرة الهجرة نعم. قالت السيد الكاظمي اتصل بي وهددني، طلعت بأحد اللقاءات وقالت السيد الكاظمي قال لي أني الكاظمي فدير بالك. أنا ما عندي علم بهذا الموضوع. هي طلعت صرحت بهذا الموضوع؟ طلعت بأحد البرامج التلفزيونية وقالت هي كان عندها شكوى فشكتها للأمم المتحدة. نعم. الأمم المتحدة رجعوا اتصلوا بي فهو خابرها قالها انت متصله؟ قالت له منو قال لك؟ قال لها اني ترى هاي مو اخبار اعلاميات واعلاميين كنا نحكيها قبل البرنامج. فهي كانت تقول له يعني، فقال لها يعني ايفان ديري بالك اني الكاظمي فديري بالك. توصل يعني تهديد كانه مبطن؟ هي قالت هددني. لا لا لا، هي قالت هسه نشوف اللقاء يعني جزء نطلع جزء من عنده بحلقه حضرتك وتشوفين. قالت هددني. في معقوله يعني رئيس وزراء يهدد وزير؟ ممكن بالسياسه كل شيء ممكن. ممكن. لو اليوم اجاك اتصال وتهددتي من احد الوزراء او رئيس وزراء، نعم، وين وجهتك يعني الوجهه الاولى اللي تتجهي لها؟ اذا هددني رئيس وزراء وزير او يعني شخصيه سياسيه من الخط الاول؟ اكيد انا ما اتخوف من هذا الموضوع اولا، وابلغ عائلتي بالبدايه يعني والدي طبعا. اكيد يعني واهلي اخواني ابلغهم، وسمحت السيد ابلغه لانه هو يعني بعد مسؤول عن سياسيا والاعلام. الإعلام، أنا أظهر للإعلام وبكل صراحة يعني. بالإعلام راح. إعلام سلاح. الإعلام سلاح صح. بالإعلام بسناب واحد. هنا راح يصير عندك سناب. هنا راح يصير عندك سناب تنزلين سناب. أنت تشجعني أسوي سناب؟ 100%. وإحنا كليتنا متعهدين يعني الإعلاميين كنا راح ننشر سنابك. يعني شوفي ننشر كل، ما عندك مشكلة إذا ننشر سنابك. كل الإعلام. خلي يعرف هو شنو السناب، شلون يصور، ما اعرف شنو. لا لا يعني هو موقع رسمي يكون. أي. هذا موقع السيده انستغرام يعني مثل الانستغرام ولا بالضبط؟ بالضبط. أي. يكون هيك. ماكو مشكله اذا اعلاميات مو محجبات ينشرون؟ يعني انا عندي هواي زميلات اعلاميات غير محجبات عادي.